حول معركة الموصل وتطوراتها نرحب بالأستاذ مصطفى كامل أو دكتور مصطفى كامل رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر. أهلا بك دكتور. يعني بداية، ما قراءتك لمجمل مجريات معركة الموصل في أيامها الأخيرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييكم وأحيي مشاهديكم الكرام. معركة الموصل منذ البداية هي معركة استئصالية إحلالية، يقصد بها استئصال وتدمير هذه المدينة وإحلال مجاميع بشرية مكانهم، مكان أهلها الذين يجري تهجيرهم وقتلهم وتدميرهم. والتقرير الذي أو الخبر الذي ذكرتموه في نشرتكم قبل قليل يؤكد هذا، أن عدم فتح ممرات آمنة للأبرياء المدنيين العالقين بين جحيم داعش وجحيم الجهات التي تقاتل داعش. نعم، وهنا أود أن أسألك، يعني إلى متى ستستمر انتهاكات القوات العراقية وميليشيا الحشد الشعبي ضد أهالي الموصل؟ ستستمر إلى ما دام هذا النظام المتحكم في شؤون العراق موجودا على رأس السلطة. ستستمر هذه المجازر، شهدنا مثلها في بيجي وفي تكريت وفي الدور وفي الفلوجة وجرط الصخر ورمادي، ونشهد وديالة، ونشهد الآن في الموصل، وسنشهد بعد أيام ربما في الحويجة وغيرها وهكذا. أصل المشكلة هو هذا النظام المجرم الذي يتحكم بشؤون العراقيين، يسرق أموالهم ويقتل أبنائهم ويدمر مدنهم، وبالتالي هي هذه هي العلة التي يعني تستحكم بالعراق. شكرا جزيلا لك دكتور مصطفى كامل رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر، كنت معنا.